تبعنا العرض الأول كوثر البردي وجلال الدين السعدي ملا جو. ثنائي متاعنا استدعانا باش نكتشفوا العمل الجديد متاعهم، مشينا للمسرح البلدي باش نتعرفوا مرة أخرى على عمل جديد يجمع كوثر وجلال إخراج زهير الرئيس. نهزكم توا الكواليس وتفاصيل عرض مسرحية ملا جو كأنكم كنتوا حاضرين. ماتريال سونو، قاعة عرض كبيرة، الأضواء مسلطة على 4 أشخاص فوق الركح، لهنا التركيز كبير على التحضيرات لعرض مسرحي. احنا في المسرح البلدي، الكراسي كما تشوفوا مازالت فارغه، لهنا باش نواكبوا اول عرض المسرحيه تملى الجو لثنائي كوثر البردي وجلال الدين السعدي. من فضلك قلتك من فضلك هذا برنامجي ما عندكش الحق باش ياخذوا مالفوا في حقوق المؤلفين، ما مسجلوا في حقوق المؤلفين. من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك اي ترخي فيها باهي سي بون. البرا كما تعودنا دروج المسرح ما يفرخش، الناس تتقابل هنا باش تحكي ترتاح وتنظم بعض الخرجات في المكان هذا. حركه عاديه، بيبان المسرح مازالت مسكره، لكن في نفس الوقت ورا البيبان هذه تحذيرات العرض ملا جو مازالت متواصله وحثيثه. وريت الخط هذا نعملوه ربير اي 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 يب تك 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 لهنا صافا معناها كي غير بيان بام 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 تيك تك اوكي به. الطريقه اللي خدمنا بها المره هذه ما تشبهش حتى طرف الدار لهنا، معناها المسرحيه دار لهنا اللي تعرفنا بها بفوكاها من نوع خاص، معناها بهزل من نوع خاص. المره هذه بعدنا شوية، قعدنا باقي الطرح متاعنا جدي لكن بطريقة فكاهية، أما بنوعية أخرى، معناها بأن يمور فهم، معناها بهزر راقي نوعا ما اللي ما يتيحش بالكل. تبعنا كثر جليل من لوش وغادي تقابلنا مع زهير الرئيس مخرج المسرحية. هذه مش أول مرة يتقابلوا فيها الثلاثي متاعنا في عمل مسرحي، ريناهم قبل في برشا أعمال كيما على واحدة ونص عام 2006 ومسرحية كوشمار 2016. أنا المسرحية هذه نشوفها تمشي لبعيد برشا. المسرحية هذه من نوع المسرحيات اللي تنجم تعيش مليح عبر كمية كبيرة من العروض وتنجم تدخل لأي منطقة في تونس. المخرج زهير الرئيس قاعد يأكد على كل التفاصيل الضرورية ويعطي في آخر توصياته الكوثر وجلال قبل العرض هو العين البرانية الناقدة واللي متحب حتى غلطها. إذا كان أي واحد منكم يحس فماريت متحالة شوية الآخر يلقفوا، إذا كان فما باغ اكزومبل نسوات ريبليك هكا سوتي قدر عليها ربي دونك، وإذا كان تتجاوزوها كأنه ما صار حتى شيء، وإذا كان فيها إمكانية أنك تذكر البارتنير دون فاسون تري ديسكريت نعملوها زاد. محافظين على كوني مسرح مسرح، معناتها نخدموا في مسرحية يعني فيها نص فيها إخراج فما حكاية، احنا بعنيها خدمتنا سيغسين محافظين على الطابع اللي احنا نخدموا فيه، ولكن بطبيعة الحال فما حاجات تفرض روحها يلزمك تكون مواكب الحاجة اللي موجودة والشيء اللي موجود. من بعد نتنقلوا دور اللمسات الأخيرة المتعلقة بالمكياج والأزياء اللي بشروها في العرض واللي باش يتقمصوا بها كوثر وجلال الشخصية متاعهم. رغم الطقس البارد، رغم المطر، عدد كبير من جمهور البرة كان في الانتظار. أول عرض المسرحية ملا الجو باش تلعب قدام شبابيك مغلقة. 6 ببين المسرح البلدي تتحل قدام الجمهور، وجوه فنية وتلفزية كانت حاضرة، برشا جو يكتشف العمل الجديد ومعلقين أمل كبيرة على الفريق. جيت اليوم باش نجي نتفرج في ثنائي بالنسبة لي أنا ثنائي ممتاز جدا ملا الجو. بالحق اليوم ملا جو سمعت عليها برشا وزيد انا نحب كوثر البردي من قبل ومغرومه بها، دونك حبيت نجي نتفرج فيها. شي تري ستريسي اكثر منه هو على الاخر، وبور لا بروميير فوا ما نعرفش شنو تحكي المسرحيه وما نعرف حتى شيء، حتى لا ديكور لا الكوستيم لا حتى شيء. جي شوازي دو فير سا ان فيت خاطر نحب نفرج كيف البيبليك اليوم. خاطر عليكم بوست كثير ما كنتش كيفاش نوصل لك اي دنا في هذا بيت.
1350 مقعد مبقى فيهم حتى مقعد فارغ. السبعة يبدأ العرض، بداية استثنائية. كوثر البردي تكسر القاعدة المرة هذه وما تدخلش من السين. ممثلة المسرحية اختارت باش تدخل من بحث الجمهور وتكون انطلاقة العرض في وسطهم. ركح المسرح البلدي ما هوش غريب على كوثر وجلال، لكن الأكيد أنه لكل عرض خصوصية وطعم خاص. أنا باش نعمل طاقم طبي، طاقم طبي يمشي كل مواطن وقت هو مريض، يبلو يقلو يرجلو أمور من الناس. أنا كل شخص بالنسبة لي أنا باش نعمل له طبيبه الخاص. المريض يقول أي والطبيب يقول له طيب. نص المسرحية كتبه جلال الدين السعدي باش نلقاو فيه برشا شخصيات، الفلاح السياسي السارق. العرض دام ساعة ونص، الجمهور يخرج راضي ومقتنع بأداء كوثر وجلال في عودتهم الجديدة لركح المسرح البلدي. فرحانة العرض عدى ياسر مزيان، ياسر حلو، احنا عملنا شيخة كبيرة كبيرة سخسين. جمهور كان ياسر محليه، دونك كل شيء مع بعضه يعطيك برشا فرحة وبرشا إنرجي. أنا أسعدت بهذه الليلة، بون سبيكتاكل، وشيء من معتاه لا يستغرب، ومعتاه الممثلين من أحسن معنا على الساحة المسرحية والتلفزية والسينمائية على شلال. كوثر محليه في دورها، كذلك سعدي محليه زادة أنكوب، معتاه فورميدال. اليوم شفنا نمط جديد، لغة جديدة، حوار ساخر، الشيء اللي نعيشه فيه في المجتمع متاعنا حكيت عليه كوثر، حكي عليه جلال، يعطيهم الصحة، برافو، وإن شاء الله في العرض الجاي يعملوا عرض أحسن من هكا. ملا جو، تحضيرات المسرحية هذه دام تقريباً عامة بالمشاورات وبروفات، مجهود نشوف النتيجة متاعه اليوم، وشدوا عندكم المواعيد مع مسرحية ملا جو، مازالت باش تتجدد 15-17 جانفي و 24-31 جانفي في قاعة الزفير في المرسى. وجهتهم عليك ان انت قاعده تتحرش.